نمشي معك شويه للحزب ديالكم، حزب الاتحاد الاشتراكي. كما قلت في البدايه، كنا استضفناك منذ سنه في 21 شتنبر 2019، وقلت بان هذه هي اخر ولايه لك. واش مازال عند هذه الكلمه؟ ماشي برغباتي وارادتي، القانون بالقانون ديال نادي الحزب. وانا من شتي هذه القضيه انا بيني وبينها، غادي نقول لك هذه القضيه شحال بيني وبينها. انا اول من طرح في تحضير المؤتمر الوطني السادس في 2001 ولا 2002، كنت مقررا في اللجنه التنظيميه التي كان يترأسها وقتها اخانا الله يطول عمره سعد نوبير الاموي، الذي كان رئيسا للجنه التنظيميه للحزب ديال المؤتمر الخامس. كنت مقررا ملي جاء تحضير المؤتمر السادس، رفعنا مذكره في اطار اللجنه التحضيريه ديال انتخاب عاد لجنه الترشيحات وكذا، اي انتخاب المباشر، ورفعنا للمكتب السياسي وقتها كذلك ولايتين. غتاخذ معنا ديك الساعه، التقاعد السياسي ديالك مورا سميتو. لانه ملي كنشوف واش ملي كتقول بانه كان رجعت للسيره الذاتيه ديالك في موقع ديال الحزب، مسؤول وطني الشباب الاتحاديه في 1975، عضو في اللجنه الاداريه 1984، نائب برلماني في 1991، رئيس فريق برلماني في 1999، وزير في 2010، كاتب اول حزب في 2012، 45 سنه مسؤوليه سياسيه. واش الواحد ما جاش الوقت بان واحد يقول الله يجعل البركه؟ الله يجعل البركه. ياك دابا احسن ما قلتي مني بدا هذا البرنامج. لا قلتي حوايج خلاص، قلتي حوايج. لا هذه الله يجعل البركه، هذه ما تنساش. شوف داكشي مات مع داكشي اللي الله يجعل البركه. الله يجعل البركه. السي ادريس، اول شيء المؤتمر الا بغينا نهضروا بلغه القانون، واش غيتعقد في الاجل ديال القانون اللي هو يونيو، ام انكم غتسناو تيفوتوا انتخابات؟ انا غير البارح الاتحاديون هم سيقرروا. انا غير البارح، لا، اما اننا في هذا العالم واما اننا خارجه. والبارح حنا كنشوفوا العالم تيتناقش قضيه الحرب ما بين اذربيجان وارمينيا كذا في مجلس الامن، وهذو غير اعضاء مجلس الامن، 15 دوله فيه الناس مجتمعه بتقنيه عن بعد. يعني الحكومه ديالنا، رئيس الحكومه غير اجتماعات. انا اتساءل شكون هذا الحزب اللي غادي يدير مؤتمر؟ اما غادي يدير مؤتمر لا ديمقراطي، غتفهموا، لان تتعرفوا التقنيه وحدودها وامكانياتها. اذا حنا تنتسناو، شوف حنا تنتسناو، لا الله يرفع هذه الغمه، نشوفوا. راه غير بالنسبه للانتخابات، راه بزاف ديال الشعوب اجلت الانتخابات، صحيح، او جرات الدور اجلت او بدات وتوقفت، صحيح، كاين مشاكل، صحيح. حنا تنتظروا هالانتخابات ديال اكبر دوله امريكا وكي غدبرها وكذا وكذا. سدريس، يعني فيما يتعلق بهذا الشيء باقي ما عندناش شي سابقه ناجحه في هذا ولذلك نترصد. انا تنتبعنا حتى اللي قال غادي يستدعي شي لجنه مركزيه ولا شي مجلس شي حاجه غير فيها 300 400، تنقول كيف داير ليها، تنقلب الداخليه في الطلبه ديال المجالس الوطنيه، تكتشف صعوبات.